بكم أعزائي المشاهدين في قناة الموصلية. رمضان كريم عليكم. اليوم راح أقدم لكم بطاطا محشية باللحم بهذه الطريقة. سالقها أنا نص استاو وراح أخليها على الفرن بهذه الطريقة. بطاطا راح أبدي بالمكونات. عندي لحم مفروم وبصل وثوم ومعدنوس شوية محمس هناني طاوة بهذه الطريقة. وعندي هنا معجون، عندي ملح، عندي كزبرة، عندي فلفل أسود، عندي صلصة طماطة، هنا عندي زيت، عندي هنا مي راح أضيف. راح أبدي أحشي البطاطا بهذا الشكل. راح أحشي بهذا الشكل. ليه بهذا الشكل؟ هذا الشكل. الشكل هذا الشكل. هذا الشكل. هذا الشكل اخليها. بهذه الطريقه جربوها حيل تعجبكم يعني بطاطا المحشيه. تقدرون تسووا بيها برغل، صفها، تمن، باللي يعجبكم. وحدها عادي. بهاي الطريقة. هسه أنا كملت. المشاهدين هاي عندنا كملت هسه. راح أسوي هنا الصلصة عندنا. الصلصة. الصلصة راح أسوي هنا عندنا. معجون طماطة. صلصة طماطة. راح اخلي فلفل اسود. عندنا كزبرة. عندنا ملح. مضرب سلك. اخلي شوية زيت. راح اخلي مي. اضبطها كل هذا بهذا الشكل اعزائي المشاهدين. انا هسه عندي فخينة راح اخففها شوي بعد بالمي. بهاي الطريقة. بهاي الطريقة. تحرك هيجي. هنا عندي خلصت.
راح ابدي اوزع صلصة راح اخليها بالفرن لمدة 15 دقيقة. اعزائي المشاهدين راح اخليها بطاطا محشية بالفرن لمدة ربع ساعة. أعزائي المشاهدين بعد ما كملنا البطاطا المحشية راح نبلش بيكاتا دجاج. بيكاتا دجاج أنا عندي دجاج هنا مقطعة بهذا الشكل. بهذا الشكل مقطع دجاج. عندي هنا فلفل ملون. عندي صدر دجاج بدون عظم. عندي زبد. عندي ذرة. عندي فطر. عندي فلفل أبيض. عندي ملح. كزبرة. عندي كريمة، عندي نشا، عندي حليب. هسه راح أبلش أغلي الدجاج على الجريل بهاي الطريقة. يعني أول شيء خليه هنا أنا. عفواً، خلي شوية فلفل أبيض بهاي الطريقة، خلي ملح وخلي كزبرة، خلي شوية زيت. إذا تحبون يعني تبلوه يعني عادي يعني بعد أحسن يطلع بعد أطيب. الصراحة خلينا أنا شوية زيت. راح أبي أخلي هاي الطريقة. هاي الطريقة إذا حتى بالفرن عادي يعني يصير بالفرن بالطاوة يصير عادي ماكو أي إشكال. هاي الطريقة راح اخلي بعد شويه زيت عشان المشاهدين حتى لا يزك عندنا. راح اخلي مده 10 دقائق راح ابلش بالصلصه مال بيكاتا دجاج. اعزائي المشاهدين راح اخلي هنا زبد. الكريمة خلي كزبرة فلفل أبيض خلي ملح هذا الشكل. راح اخلي نص متر من الماء. راح اخلي فطر. اخلي ذرة.
خلي نشا حتى يتخن شوية عندنا، بس شوية يتخن على سامي المشاهدين، شوية بس يصير شوية ثخين بهذه الطريقة، ونضيف في الفيلم الملون آخر شيء. هسه الصلصة مال بيكاتا كملت عندنا بهاي الطريقة، صارت جاهزة. أعزائي المشاهدين، بعد ما كملنا الصلصة مال بيكاتا راح نخلي بالطبق البيكاتا حتى نطلع عندنا البطاطا المحشية من الفرن. هسه راح نصب البيكاتا بهاي الطريقة. بهاي الطريقة نصبها. عندنا جاهزة. جربوها هاي كلش راح تعجبكم. طريقة راح نبدي صلصة مع البيكاتا. الوجه هذا الشكل. هنا عندنا صار جاهز بيكاتا بهذه الطريقة. راح ابدي زين طريقة. الطريقة راح أضيف نعناع هاي الطريقة. صار عندنا هنا جاهز البيكاتا. هسه راح نطلع بطاطا محشية من الفرن. أعزائي المشاهدين، بطاطا المحشية هنا طلعت جاهزة يمنا بهذا الشكل. بس راح نبدي شوية ديكورات. خلي شوية بقدونس أول مع الدنوس.
الطريقة. راح نجيب فلفل ملون شوية، فلفل أصفر، فلفل أحمر، برتقالي بهذا الشكل، هاي الطريقة. نربطهم هيجي من هنا، هاي الطريقة. هون الطبق عندنا جاهز. أعزائي المشاهدين، بعد ما كملنا الأطباق مالنا راح نبلش بسلطة فواكه بالمايونيز. عندنا فواكه، عندنا هنا تفاح أحمر، تفاح أخضر، عندنا موز، عندنا أناناس، عندنا لالنجي، عندنا برتقال. للصلصة مال المايونيز عندنا بطل، هنا بطل زيت، عندنا 4 بيضات، عندنا فلفل أسود، عندنا ملح، عندنا خل تفاح. راح نبلش بالصلصة مال مايونيز. 4 بيضات هذا الشكل، نخلي خل، خاشوقة مال خل يعني مال أكل، نص خاشوقة مال ملح مال أكل يعني، فلفل أسود حسب الرغبة إذا ما تحبون، الخلاط شوي شوي، خلي زيت شوي شوي هذا الشكل. هذا الشكل شوية شوية، إذا تروه كله يخرب يعني. هذا الشكل شوية شوية. شوفكم تستعجلون، صار جاهز عندنا المايونيز. هاي الوجبة سويتها يعني مال 3 أيام، يومين يعني تبقى يومكم بالبيت يعني، لأنه هواية كمية هواية. راح أضيف التفاح، تفاح أضيف تفاح أخضر، تفاح أحمر، أضيف الموز. أعزائي المشاهدين، أضيف اللالنجي.
أضيف برتقال، أضيف أناناس. إذا تحبون مثلاً تسوون يعني مثلاً بس تفاح وموز بس يعني لا لا هاي كل هاي المكونات يعني أعزائي المشاهدين، لا كل المكونات. راح أخبطهم شوية بهاي الشكل، راح أضيف المايونيز. أضبط بهذا الشكل. أجيب معهم طبق مالي، طبق شكل أضيف هنا أنا. هاي الطريقة هيك. هذا جاهز عندي، بس امسح هنا. عندي هنا زبيب زينه حسب الرغبه بهاي الطريقه. تحبون يعني انتو بهاي الطريقه اعزائي المشاهدين. عندي هنا عنب، زي المشاهدين هنا أنا صار عندي جاهز الفواكه بالمايونيز. أعزائي المشاهدين الأطباق مالنا شفتوها، وأتمنى عجبتكم الأطباق مالنا، هي سلطة الفواكه بالمايونيز، بطاطا محشية باللحمة، بيكاتا دجاج. وأتمنى تكون عجبتكم، وشكرا لكم، وتابعوني في حلقة جديدة معكم الشيف نوار.